بدي روح على الجرمانة. قد ايه الطلب؟ 10؟ ايه 10. والله ما حدا بياكل حتى ب 10 بس مشان نمشي. شلون؟ حتى ب 10 ما حدا بياكل، كانوا جرمانة هيك بده يرجعوا. انا بدي روح على طريق المطار نسيم. من الساعة 4 يعني هلا صارت 10. شو تقريبا 12 كيلومتر؟ 12 كيلومتر لازم 12. 12 ألف ليش على الكيلومتر 1000؟ هلا هيك محسوبة مع يعني البنزين وعلى مين حسبها؟ مين حسبها؟ والله ابن المصنع. انا هيك انت عندك عداد؟ بيطلع على العداد اخي وبعطيك فوق العداد عداد. بتعرفي قديش بيطلع على العداد؟ قديش؟ ما بيطلع 800 ليره. 800 ليره بدك تاخذ مني كم ضعف؟ 100 ضعف؟ ما انا معدل يا اختي ما انا معدل. هلا ركن الدين افران ابن العميد. افران؟ ايه قديش بدك؟ بدي عم تدفعي بالعاده. يعني هي تقريبا في قديش 8 كيلومتر؟ اكثر بشوي. لا 8 كيلومتر لعند افران ابن العميد. يعني بدفع لك 5. ما سمعت. قليل كثير يا بنت. قليل؟ أيوة. ليه؟ والله عم ناخذ 7 لتر. ليه 7؟ 6 توك. بتكلفك اقل من لتر. على راسي وعيني والاجر انت بتكلفني. اي واذا عشقه انا بدفع لك 4 اضعاف. على راسي وعيني. 4 اضعاف. 6 اهلا وسهلا توك. لا. طب ما معك عداد؟ بطلع على العداد. عدادات ما في عدادات؟ عدلوني يا بنت. طب اي انا بدفع لك زياده فوق العداد 3 عدادات. إذا بدك شغل العداد. العداد شغال شغال بس يا بنتي هلا عداد شغال ديكور شغال؟ إيه يا بنتي ما في لأنه عدادات لسه ما في صغيرة جديدة تبع العداد. إيه بس أنا عم بعطيك زيادة. شكرا. 8؟ والله لا غير 8. 5-6 كيلومتر لمشروع دمر لأول مشروع. والله يا عم الزيت حوالي 15 كيلو. إيه ماشي الحال شو بدك تاخذ مني كل ال ال كله لا لو كله منك لكان شو؟ ما بدك فيه 50,000 الموازي. هلا أنا ما بكلفك لتر من هون لهنيك، اللتر بدي أحسبه على الحر 2500. بتقول يا دبوجي ايه ماشي الحال يا اختي الله يرضى عليك انا عم اشتري بنزين حر ما انا عم اشتري نظام كلكم عم تشتغلوا طب لك ما عم تشتغلوا بنزين دولي انا سؤال عجبك طال له سلام ما بدك كل واحد الله يبعث له لا شوف يعني مو على العداد ما بشتغل على ليه ما بتشتغل شو السبب ما بتوفي لانه ليش حاطين لك عداد مشغل عداد عدلوا لنا اياه السلام اي انا بعطيك فوق العداد 1000 2000 شو ابدا قد ايه 10000 10 ليه على العداد عداد ونص عداد ونص